معنا مشاهدينا الكرام عبر الانترنت من عمان دكتور غازي فيصل مستشار المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية. مرحبا بكم دكتور غازي. اهلا وسهلا، يا مرحبا، حياك الله. اذا على الرغم من تصويت مجلس النواب على خروج القوات الأجنبية من البلاد، حيدر العبادي قال ان التحالف الدولي مستمر. كيف تقرأ توقيت هذا التصريح من العبادي في بقاء القوات الأجنبية في البلاد؟ نعم، نذكر أن الحرب على الإرهاب هي حرب عالمية، هي ليست فقط حرب في العراق أو في سوريا. الحرب على الإرهاب بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية والتحالف الدولي اللي يضم أكثر من 68 دولة في العالم، اليوم إذا استطاع أن يحرز تقدم جدا مهم في العراق وفي سوريا. ما زال الإرهاب موجود في ليبيا، موجود في سيناء، موجود في تونس، في الجزائر، في أفريقيا، في آسيا، يضرب في قلب أوروبا مثل ما نلاحظ. إذا الانتصار على دولة الخلافة الإسلامية داعش الإرهابية في العراق أو في سوريا لا يعني نهاية هذه الحرب أو انسحاب القوات العراقية من العراق أو من سوريا. أيضا لاحظنا فوتيل رئيس هيئة الاستخبارات أو رئيس الأركان العمليات المشتركة في الولايات المتحدة الأمريكية في حديثة أمام الكونغرس الأمريكي، وضح تماما طبيعة الاستراتيجية الجديدة واستمرار الولايات المتحدة الأمريكية في جهودها العسكرية في سوريا والعراق. المعلومات تشير إلى وجود أكثر من 10 قواعد عسكرية لأمريكا في سوريا، كذلك في العراق يوجد حوالي 12 قاعدة أمريكية. هذه القواعد ليست قواعد قتالية بقدر ما هي قواعد لوجستية واستخباراتية وللمعلومات وللتنسيق مع القيادة العامة للقوات المسلحة في العراق، وأيضا لتدريب الجيش العراقي على صنوف الأسلحة العسكرية المتقدمة لاشتراها الجيش أو يحتاجها الجيش العراقي في مواجهة أعمال العنف والإرهاب اللي قد تجتاح المنطقة، يعني أقصد العراق. أيضا نتذكر قبل أيام هناك عمليات عسكرية لدولة الخلافة الإسلامية في كركوك. إذا ما زالت المنظمات الإرهابية، طالما نعم استطعنا أن نواجه هذه المنظمات الإرهابية عسكريا، لكن نحتاج إلى جهود في المجال الاقتصادي، في المجال السياسي، مواجهة الفقر، مواجهة التخلف، مواجهة العنف، مواجهة البطالة، مواجهة التضخم، مواجهة الأرامل اللي تجاوز عددهم أكثر من 2 مليون، الأيتام أكثر من 5 ملايين. إذا هناك مظاهر كبيرة كثيرة في المجتمع العراقي اليوم بسبب الحروب اللي استمرت من 2003 حتى يومنا هذا، واللي تشكل احتمالات لبيئة حاضنة لإنتاج منظمات إرهابية لا سمح الله. إذا الوجود الأمريكي مازال ضمن إطار اتفاقية الإطار الاستراتيجي المشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية والعراق اللي وقعت كما أشارت التقارير في الرافدين قبل قليل منذ المالكي، وبالتالي هذا الوجود هو ضمن إطار الجهود المشتركة والتنسيق المشترك بين العراق وبين الولايات المتحدة الأمريكية. لكن بالتأكيد هذا الوجود يزعج الجمهورية الإسلامية الإيرانية من أجل ذلك لأسباب معلومة. من أجل ذلك دكتور غازي، صحيفة واشنطن تايمز تؤكد أن إيران يعني تزيد من دعم ميليشياتها داخل العراق. هل اختار العبادي اللعب مع إيران يعني لعبة التوازنات بحسب رأيك؟ السيد العبادي الحقيقة يتجه بالسياسة الخارجية اتجاه عقلاني. لاحظنا انفتاحه على المملكة العربية السعودية، الإمارات، قطر، الكويت، تركيا، مصر، وهكذا. أعتقد هذه السياسة عقلانية، لكن هذه السياسة بالتأكيد لا ترضي إيران. إيران تستهدف احتكار الحياة الاقتصادية والسياسية والأمنية والدينية في العراق. إيران تتجه باتجاه الهيمنة والاحتلال العسكري والسياسي كما أشرت، والاقتصادي. جنرالات إيران صرحوا بوضوح أن الوجود الإيراني في العراق اليوم هو وجود قوي، وعبروا عن استعدادهم لبناء إمبراطورية، وحتى مع الأسف يستخدمون اللفظة الفارسية بالمعنى العرقي للهيمنة
العدوانية على العراق، وكذلك هذا الوجود وهذا النفوذ في شتى الدول. اليوم تتحدث إيران بطريقة مكشوفة عن ادعاءاتها وعن مصالحها وعن استراتيجيتها للهيمنة العدوانية على دول الشرق الأوسط والعالم الإسلامي. اليوم تتحدث إيران عن هذه الاستراتيجية بوضوح، وأيضا بتدخل سافر. لاحظنا تصريحات ولايتي وكذلك باتجاه سوريا، شفتوا بالتقرير كيف الجنرال الإيراني يتحدث عن السيطرة على الفوسفات السوري. ومن هنا هذا التوقيت دكتور غازي، من هنا جاء توقيت تصريح العبادي. إلى أي مدى كان هذا التصريح قرار العبادي بالإبقاء على القوات الأمريكية يعني يوازي تصريح محسن رضائي عندما قال واهم من يتوقع خروج إيران من العراق؟ أعتقد على إيران أن تغادر العراق، لأن شعب العراق في كل تاريخه كان قوة وإرادة حيوية عبر التاريخ في طرد مختلف أشكال العدوان والاحتلال الاستعماري والعرقي والثقافي وغيرها. إيران اليوم أصبحت تواجه كراهية حقيقية من قبل المجتمع العراقي. الشعب العراقي سئم هذا التدخل، سئم طبع الحياة العراقية بالطابع الإيراني، بطابع نظريات ولاية الفقيه الملالي. أذكر أن المرجعية في النجف الأشرف لا تؤمن بنظرية ولاية الفقيه ولا تؤمن بالخرافات اللي موجودة في إيران. هناك تناقض كبير بين مرجعية النجف الأشرف بين مرجعية قوم. مرجعية النجف الأشرف ضد الهيمنة الإيرانية، ضد هيمنة مرجعية قوم على الشؤون الدينية. إذن هناك تيارات، هناك اتجاهات لا تنسجم حتى في 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 المنظومة الشيعية بين مراجع الشيعة الكبار وبين النظريات تطلقها قوم وغيرها. نحن بالنسبة للشعب العراقي لن يرضى بأي شكل إشكال الهيمنة الأجنبية والوجود الأجنبي العسكري. الوجود الأمريكي اليوم مع الأسف هو موجود لكي يوازن هذه الهيمنة الإيرانية الاستبدادية الشمولية القمعية. يجب طرد إيران أولا وثم بالتالي ممكن التنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية لتحرير العراق وعودة السيادة والاستقلال لشعب العراق. أشكرك شكرا جزيلا عبر الإنترنت من عمان دكتور غازي فيصل، مستشار المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية.